مرض الكبد عند الطيور فيروس خطير يعانون منه الكثير من الهواة والمربين. الفيروس ينقسم إلى حالتين: التهاب الكبد الفيروسي وهو خطير جدا، أغلب الحالات تموت فيه، والتهاب الكبد الناتج عن كثرة الدهون. بعد هذا الفاصل سنقوم بشرح تفصيلي لهذا الفيروس اللعين. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك في قناة سوق عمر، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل جديد، ووضع لايك للحلقة. والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر، وأسعد الله مساءكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقاتنا الأسبوعية التي تبث كل يوم أحد في خصوص علم الطيور وخاصة الكناري والحسون. أصدقائي، قبل الفاصل تحدثت عن هذا الوباء أو بين قوسين الفيروس، وهو مرض الكبد عند الطيور. في هذا الدرس سنشرح مسببات هذا المرض، وإن أصيب الطائر ما هو علاجه، وقبل كل هذا الوقاية منه. أصدقائي، أمراض الكبد شائعة في جميع طيور التربية والزينة الحبيسة، ومنها الكناري والحسون والباجي والحمام والدجاج وغيرها. يلعب الكبد دورا هاما في طرد السموم وتخزين الطاقة وهضم الطعام خاصة الدهون. لذلك عند حدوث خلل وظيفي في الكبد، فإن أعضاء وأجهزة الجسم الأخرى كالكلى والجهاز الهضمي، والتي تعتمد على وظيفة الكبد لتأدية وظائفها، تتأثر بشكل سلبي. يعرف المرض بأنه انحراف عن المعتاد، إما في تركيبة الجسم وإما في وظيفته، وغالبا ما يستدل على تغيير الوظيفة بأعراض أو علامات يلاحظها المربي، وتعد بمثابة مظاهر وليس المرض ذاته. عند حدوث أي اضطراب صحي علينا الانتباه فورا لأخطاء في النظام التربية والغذاء والعوامل المحيطة بالطيور. فالكناري أو الحسون أو الطيور بشكل عام يكونون بصحة جيدة عند توفر الشروط اللازمة من مأكل ومشرب ونظافة، حتى الهواء النقي، فالطائر الحيوي يغرد كثير الحركة. يعني أصدقائي، إذا تريد أن تعرف طائرك يعني بسلامة أو لا، هذه الشروط: الطائر الحيوي يعني الطائر السليم، يغرد كثيرا كثير الحركة داخل القفص، يأكل بشهية، برازه منظم وطبيعي، عيناه براقتان. أما الكناري أو الحسون المريض فهو طائر خامل لا يغرد، يجلس طويلا على أرض القفص، يتنفس بصعوبة أو يلهث، خروجه غير طبيعي، يرتجف، وتختلف العوارض باختلاف المرض. أهم عامل في معالجة أمراض الطائر هو التشخيص الصحيح للمرض وإعطاء الدواء الملائم. التشخيص الخاطئ يؤدي إلى إعطاء دواء خاطئ، وبالتالي الوصول إلى انهيار أكثر في صحة الطائر عند استعمال الأدوية. علينا الانتباه لأن أي خطأ في استعمال قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وهذا ما يعانون منه كثير من الهواة. وإن عوارض بعض الأمراض تتشابه لكنها تختلف من حيث المسببات، لذا علينا استعمال الأدوية بحرص شديد أو تكون الوقاية قبل أن تحدث الكارثة، فالوقاية خير من العلاج. وبالنسبة لحلقتنا اليوم سأتحدث عن مرض الكبد اللعين، سببه وعلاجه، وهل توجد وقاية من هذا المرض؟ فلنتابع كي نفهم ما هو مرض الكبد عند الطيور. أصدقائي الأعزاء، من أهم الأسباب مرض الكبد للطيور وخاصة الكناري والحسون الإفراط في تقديم الأكل الذي يكون مليء بالدهون، أو الإكثار في تقديم الباتي، كذلك البيض المسلوق إذا قدمناه للطيور بكثرة مفرطة، إضافة إلى الحبوب الزيتية والفيتامينات التي تعطى للطائر بشكل مبالغ فيه، أو الأدوية التي نعطيها لطيورنا بإفراط كبير، كلهم يسببون مرض الكبد للطيور لتراكمهم في هذا العضو الأساسي والفعال، لأن الكبد هو بالأساس المحرك الرئيسي لباقي الأجهزة الأخرى مثل الجهاز الهضمي والمرارة والكلية، كلهم مرتبطين بالكبد. فإذا أصيب الكبد عند الطائر فباقي الأعضاء لن تستطيع تقديم وظائفها المعتادة، بمعنى أن الطائر عبارة على سيارة، السيارة يحركها المحرك هو الأساس في تشغيل السيارة،
كذلك جسم الطائر المحرك الأساسي هو الكبد. إذا مرض الكبد فجل الأعضاء في جسم الطائر سيمرضون مباشرة، فهم مرتبطون كما قلت بالكبد. لهذا يجب الحرص على تقديم الأكل بحكمة كي نضمن صحة جيدة لطيورنا. مثلا إذا كان القفص صغير والطائر لا يستطيع الحركة بحرية، نقدم له غذاء متوازن وليس له دهون كثيرة. أفسر: إذا كان لك طائر في قفص صغير فالطائر لا يتحرك كثيرا، لهذا لا يستطيع أن يرفرف بجناحه كثيرا، هنا لن يحرق الدهون بسبب صغر حجم القفص. يجب عليك في هذه الحالة أن تعطي الطائر الأكل السليم ولكن بدهون قليلة جدا وبحبوب زيتية قليلة جدا، كي نقرأ حساب أنه في قفص صغير لا يستطيع الحركة. وإذا أعطيناه الدهون أو الحبوب الزيتية بكثرة هنا سيؤدي إلى مرض الكبد، لأنه كما قلت الطائر حبيس في قفص صغير. أما إن كان في مسرح كبير أو سلاكة أو فوليير، نقدم له أكل متوازن مع غذاء متوسط الدهون، لأن الطائر الذي يعيش في السلاكة أو في الفولير كما قلت يكون شبه حر، يطير بسلاسة ويحرق الدهون أكثر من الطائر الذي يعيش في القفص الصغير. أتمنى أن المعلومة قد وصلت بالشكل المناسب. يعني أصدقائي، الطائر عندما يكون في قفص كبير يستطيع أن يرفرف بجناحه ويستطيع أن يطير بحرية، فهو شبه حر، لهذا سيحرق الدهون أكثر من الطائر الذي الحبيس في القفص الصغير. هنا نقدم له الدهون والحبوب الزيتية ولكن بكمية متوسطة، لا هي قليلة ولا هي كثيرة، كي لا يمرض بمرض الكبد. فالطائر في كل مكان له يعني سكة معينة في تقديم الأكل. إذا كان طائرنا في قفص صغير نقدم له القليل من الدهون والقليل من الحبوب الزيتية كي نضمن سلامة الكبد، وإن كان في قفص كبير فنقدم له قليل من الحبوب الزيتية، يعني تكون متوسطة أكثر بقليل من الذي يعيش في القفص. كذلك الدهون نعطيها بشكل متوسط أو أقل من المتوسط، لأنه كما قلت الطائر الذي يعيش في الفولير أو في القفص الكبير يتحرك بحرية ويطير بحرية، هنا يحرق الدهون. وإذا أردنا الوقاية من هذا الفيروس اللعين، نقدم لطيورنا نبتة الهندباء أو بما يسمى التفاف، وقد شرحت في درس فارط عن فوائد هذه النبتة. تقدم مرة أو مرتين في الأسبوع. هذه النبتة غنية بالفيتامينات وأيضا لها دور مهم في تنشيط الكبد. نبتة الهندباء أنصحكم بتقديمها إلى طيوركم. أيضا نبتة الشوك مفيدة إضافة إلى ماء الخرشف. هم كلهم في خانة الوقاية. هذه النباتات تعطى للوقاية وليس للمرض. نبتة الهندباء أو نبتة الشوك أو ماء الخرشف نعطيهم للوقاية وليس لدواء عندما يصيب المرض اللعين الطائر، فهنا ندخل في حالة الدواء. أنا الآن أتحدث عن الوقاية. الوقاية كما قلت نبتة الهندباء أو الشوك أو ماء الخرشف، كذلك اللافيكول هو دواء وأيضا يدخل في خانة الوقاية. أما بالنسبة للأدوية، يوجد كما قلت لافيكول فهو معالج ويلعب دور مهم في الوقاية. كذلك زيت الكبد للطيور وهو يباع في الصيدلية، أيضا لافي بيس، أيضا ميجاكولين، كلهم أدوية مفيدة في علاج مرض الكبد، وفيهم كلهم جيدون أصدقائي في الوقاية وبعضهم في العلاج. فمرض الكبد يحتاج إلى ريجيم، بمعنى تقليص كل من المواد الدهنية والحبوب الزيتية بشكل كبير حتى يشفى بشكل كامل. أفسر هذا: إذا أصيب طائرنا بمرض الكبد هنا يدخل في حالة الريجيم.
يعني لا نعطيه الدهون ولا الحبوب الزيتية ولا الأشياء المسببة في إرهاق الكبد، ونعطيه الأكل السليم، الماء السليم، في بيئة سليمة، في قفص سليم نظيف، لا بأس في أسفل القفص يكون قليل من الرمل، سواء كان رمل البحر أو الرمل العادي. نعطيه الدواء بانتظام وبإذن الله سيشفى. أما للوقاية كما قلت أصدقائي، فهنالك الكثير الكثير كي نقدمها لطيورنا من الوقاية من هذا المرض اللعين، وهو مرض الكبد أو الأمراض الأخرى. أتمنى أن تكون الحلقة نالت إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس كي يصلك كل جديد، وضغط بلايك لهذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.